لذلك ليس من السنة ما يفعله كثير من الناس اليوم، يؤدي عمرتين أو ثلاث في سفرة واحدة. بل من غريب ما رأيت، كنا في سنة من السنوات في رمضان في العشر الأواخر، كل يوم نخرج من سكننا إلى المسجد، كان تقريبا نوعا ما، يعني طبعا تتكلم عن 5 فروض وصلاة التراويح وصلاة القيام، فنلقى ناس يروحون معنا ومحرمين. فأنا سألت، قلت لماذا لا تنزع إحرامك؟ لماذا تنزع إحرامك؟ لمتى محرم أنت؟ أديت العمر خلاص، انزع إحرامك ولبس ثيابك، متى تنزع إحرامك؟ واللي قال كل يوم أعتمر مرتين ثلاث. هذا أيضا قد يصيبه نوع من الملل والتشبع خلاص. وذلك عائشة رضي الله عنها كانت تنهى الناس أن يعتمروا في السنة أكثر من مرة، تقول حتى تشتاقوا للحرم.